معنا عبر الهاتف من الرياضة الدكتور حاتم مراد، استشاري المخ والأعصاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي. دكتور أهلا بك معنا. إذن متى يمكن أن تكون مسكنات الألم خطرة على صحة الإنسان، ومتى تكون مفيدة لتسكين آلامه؟ مرحبا. لا يوجد، دعيني أبدأ بالقول أنه لا يوجد دواء مثالي لعلاج الألم، ومعظم المشاكل اللي بنواجهها مع المرضى والأشياء اللي بتحدث نتيجة هذه الأدوية هي بسبب، في الحقيقة بسبب الطريقة التي يتم فيها علاج الصداع. في أغلب الأحيان نحن نحتاج إلى عيادات متخصصة شاملة متعددة التخصصات في علاج الألم، وفي هذه العيادات المريض يعامل بطريقة شاملة تبدأ بتشخيص سبب الألم. وبما أننا بنحكي عن الصداع، يبدأ بتشخيص سبب الصداع بطريقة دقيقة، وبالتالي يكون هناك استراتيجية في صرف العلاج. والأهم من ذلك هو المتابعة للمريض، لأن ممكن نغير الخطة العلاجية بأي وقت. معظم المرضى يتلقون علاجات الألم عن طريق الصيدليات أو الاستشارات، الجيران والأصدقاء، وخصوصا في هذا المرض الكل يعتقد أنه خبير فيه. نعم. طيب تفضلي دكتور، أود أن أستغل وجود حضرتك معنا. لمن اعتاد على تناول هذه المسكنات، سواء عن طريق الأقارب أو الجيران أو عن طريق أطباء مختصين أو يعني من خلال نفسه، نصيحته له الآن ما هي، وهم كثر طبعا من الناس خاصة في وطننا العربي؟ تبدأ المرحلة العلاجية بأن يؤخذ العلاج عن طريق متخصص له القدرة على متابعة حالة المريض. بعض الأدوية اللي بيصير في الحقيقة هو أنه المريض بيروح عند الطبيب عادة، يصرف له علاج، بعد فترة يجد أو يوم يومين يجد المريض أنه دواء غير فعال، يتركه ثم يتجه إلى دواء آخر، وتبدأ الرحلة مع أدوية معظمها غير مراقبة من الطبيب المعالج. الطبيب المعالج له القدرة أنه يتابع العلاج هذا، وممكن الجرعة تزداد أو تنقص حسب استجابة المريض وحسب الأعراض الارتدادية التي ممكن أن تحدث مع العلاج. من غير هذه الطريقة يبدأ المريض بأخذ عدة علاجات مع بعض، وبالتالي تبدأ العلاجات هذه ممكن تتفاعل مع بعض وتبدي آثار سيئة وتختلف من مريض لآخر. طيب دكتور، لمن لا يتمكن من الذهاب إلى الطبيب ربما في وقت قصير، هل من حلول بديلة لتسكين آلام الرأس مثلا على سبيل المثال، الصداع والدوار وغيرها على وجه التحديد كون حضرتك مختص بهذا الشأن؟ نعم، آنية يعني العلاج للصداع مثلا آنية. نعم، ممكن هناك علاجات بالأدوية، ولكن هناك علاجات بديلة بنستخدم فيها تقنيات ولا أراها تستخدم كثيرا في العالم العربي. التقنيات هذه ممكن تشمل اللي بنسميها Cognitive Behavioral Management، اللي هي عن طريق العلاج السلوكي المعرفي، وهذه ببساطة هي تعرف العوامل التي تطلق شرارة الصداع، ومن أمثال ذلك ترتيب النوم الفوضوي، التعامل مع مسببات الإجهاد أو الأكل الغير منتظم، وتنظيم استراتيجية لتصليح ذلك. الشيء الآخر، نستخدم تقنية اسمها بايو فيدباك أو تقنية الارتجاع البيولوجي، وهنا نستخدم أجهزة تساعد المريض في التحكم في ارتدادات عصبية بتكون عنده تزيد من الصداع. وهناك في طريقتين معروفتين نستخدمها في العيادات التخصصية. يجب على يعني أهم شيء هو الطريقة على المدى الطويل، الرياضة اليومية، تنظيم النوم، هذا مشكلة أراها كثير في المرضى، التعامل مع الإجهاد، تمارين الاسترخاء. وما أعتقد أنه أي حد فينا يعرف كيف يعمل تمارين الاسترخاء أو التعامل مع التوتر، هذه يبغى لها ثقافة. ف
فمن أحد الأشياء المهمة في العيادة هو تثقيف المريض بالتعامل مع هذه الأشياء، وهذه أشياء مهمة. يعني لما تقرأ أنه الاقتصاد الأمريكي خسر أكثر من 2 مليون دولار لضياع ساعات عمل بسبب الصداع، وشيء ونفس الشيء في ما يوازيه في بريطانيا في دراستين منشورتين. فأنا أعتقد أنه يجب الاهتمام بعيادات العالم تطويرها وتثقيف المريض. شكرا لك على كل هذه المعلومات. من الرياض حدثنا الدكتور حاتم مراد استشاري المخ والأعصاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي.